صباح الخير، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. النهارده تاني يوم للحجر الصحي اللي احنا قاعدين فيه ده. ده تاني فلوج، اتمنى الفلوج الاول يكون عجبكم. النهارده مش لوحدي، انا معايا اختي، فقاعدين بقى ايه عاملين فشار وعاملين كوباية شاي وكوباية قهوة، ودلوقتي هنتفرج على فيلم وبعد كده هنقوم يعني نبدع بقى، اشوف هنعمله ايه. طب فتابعوا معانا احداث اليوم، هنعمل فيها ايه يعني. ما راحت تعملي شاي بلبن لان هي قعدت مدة عقبال ما تعمل الفشار، فالشاي بلبن بتاعي برد، فانا خليتها تعمل لي واحد تاني. ده بقى احنا كنا بنصور فيديو قبل ما نتفرج على فيلم، فده الديكور اللي احنا كنا عاملينه، شايفين؟ احنا عايزاكم تتفرجوا على الفيلم ده، ان هو تحفة، هو لسه هو في اوله. بس كده المقدمة كانت تحفة، مشوق جدا جدا جدا. طب بالك بقى بقية الفيلم هيبقى عامل ازاي. صباح الخير تاني. احنا امبارح بعد ما اتغدينا قمنا نمنا، ولسه صاحيين دلوقتي الساعة 8، فحضرنا فطار وهنبدأ بقى اليوم بتاعنا. النهاردة هنعمل حاجات كتير، بس اول حاجة هنتفرج على فيلم، وهنقوم النهاردة نعمل حاجة حلوة. تابعوا معانا. احلى فكرة في اليوم، احنا من شوية كنا قاعدين نتكلم مع بعض بعد ما فطرنا وشربنا نسكافيه واكلنا شوكولاتة، وبعد كده اجت الفكرة التانية وجبنا شيبسي وبيبسي. احنا ملناش في البيبسي الكتير قوي، فجبنا واحد نخمس فيه انا وهي، ودلوقتي كمان بنتفرج على فيلم تركي. احنا بقالنا يومين يعني، امبارح اتفرجنا على فيلم والنهارده دلوقتي بنتفرج على فيلم تحفة. الافلام التركية تحفة. انا اصلا من الناس اللي ما بحبش اتفرج على افلام مترجمة، بحب اتفرج على افلام مدبلجة. طبعا دي حاجة غريبة، وكل الناس يقعد يقولي ازاي ولازم تتفرج على افلام مترجمة، الصوت بيبقى احسن وكده، بس انا يعني انا يعني، فانا بحب اتفرج دايما على الافلام المدبلجة. بس صراحة من ساعة ما رحمة اجت وخليتني اتفرج على، عشان انا بقعد بسألها كتير يعني، اقول لها طب هيحصل ايه، مش هيحصل ايه، لو حاجة فاتتني بقوم قايلة، تقوم هي شرحها لي. فصراحة البنت فايداني جدا يعني. فدلوقتي هنخلص الفيلم وبعدين نقوم نعمل حاجة حلوة، ده غير الحاجة الحلوة اللي احنا بناكلها ديت. يلا استنونا. انا دلوقتي عمالة منتج الفيديو دوت، صورناه امبارح انا ورحمة، دلوقتي انا بمنتجه، فان شاء الله لو خلص المونتاج بتاعه فهنزله النهاردة ان شاء الله، اللي هو النهاردة ايه، يوم التلات، ولو ما خلصش فهنزله بقى بكرة اللي هو يوم الاربع. بس كده هنخلص الفيلم ونخلص الحلويات، وبعد كده بقى ايه، نروح نبدع في المطبخ. Öyle düşünme. Bak ben bunu onu bulup mutlaka geleceğim senin yanına. دلوقتي اجا معاد، هنعمل الاكل كده بسرعة وبعدين هنعمل حاجة حلوة جميلة لسه متعلمها قريب وعملتها مرة قبل كده، كانت طلعت تحفة، فهعملها دلوقتي بعد ما اخلص الغدا. اجا وقت الحلقة اللي احنا هنعمله دلوقتي، فمش الوصفة دي مش بتاعتي، الوصفة دي واحدة اسمها اي حبيب، هحط لكم لينك القناة بتاعتها تحت في الديسكريبشن. بجد الوصفة دي جميلة جدا، عملتها قبل كده تحفة. هي بتقول ان الوصفه ديت من اختراعها هي اللي مخترعاها، فهنعملها دلوقتي وشوفوا هنعملها ازاي. اول حاجه هنحطها، هنحط كوبايتين لبن. بعد كده هي حطت يعني، هي حطت من 4 لـ5 معالق نشا، بس انا هحط 3 لاني مش بحبها تقيل. بعد كده هي حطت نص كوبايه سكر، بس انا مش بحب الحاجه مسكره قوي، فانا هحط 2.5 أو 3 معالق، طبعا 3 معالق كبار. وبعد كده هحط 2 معلقة كاكاو خام من غير سكر، بعدين ممكن احط مثلا يعني شوية من كيس الفانيليا، هنحط الكيس كله مش مشاكل، هنحط كيس فانيليا. وبقى الحاجة اللي هي بتحطها زيادة مختلفة يعني، بتقوم جايبة كابتشينو، بتقوم جايباه. طبعا الكابتشينو دوت ممكن اي حد يجيب باي حاجه، انا جايبه بالكراميل اللي بحبه، ممكن اي حد يجيب اي نوع تاني هو حبه. فهي بتحط نصه هنا اهوت، والنص التاني هنوريكم هنحط فين. ده اللي بيدي يعني، ده اللي بيديها الطعم كله والنكهه. بس كده، قبل بقى قبل ما احطها في النار لازم اقعد اقلبها
الحاجات دي كلها لازم تدوب كده مع بعضها، وبعد كده اهوت ايه احطها على النار. احنا دلوقتي حطيناها على النار وهنسيبها لغايه ما تتقل وبعدين نرجع تاني. هي كده خلاص تقلت بالشكل ده، ممكن تخففوها بشويه لبن زي ما انتوا عايزين. هي فحطت علبه قشطه بس، انا هي قالت كمان ممكن تحطوا كريمه، فانا حطيت كريمه بس كده وهقلب بس كده. هي خلصت، وبعد كده بقى نروح نشوف هنعمل فيها ايه تاني. دلوقتي جه وقت تحضير ده اللي احنا هنغمس فيه البسكوت عشان نعمله طبقات. فهنحط فيه نص كوبايه حليب، وهنكمل بقيه الكابتشينو، نص كيس الكابتشينو اللي هسيبناه. وبعدين اقوم حاطه فيها معلقتين سكر، معلقتين صغننين يعني، ونقلب بقى لغايه ما تدوب المكونات دي كلها. نرجع تاني دلوقتي خلاص خلصنا الخليط الجميل دوت، وبعد كده هنقوم جايبين السكر. بس كده انا خلصت اليوم، ما عملناش اي حاجه جديده غير ان رحمه دخلت نامت، وبعدين انا قعدت امنتج بالفيديوهات بتاعتي. اتمنى ان اليوم يكون عجبكم النهارده. ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر التنبيه عشان يوصلكم اي حاجه جديده انا بنزلها. باي باي.